مفيد للنادي الاهلي في حاله انه يكون في الفورمه بتاعته. يعني انا من حمودي من اللعيبه اللي بحبها، فاتمنى اشوفه يعني. طب ده توجه لعيبه النادي الاهلي الان للمحاضره اللي قبل التحرك لملعب المباراه. كلام مهم جدا كابتن حسام بدري من المدربين اللي بيحبوا ان هم يحفظوا ويراجعوا مع لعيبتهم طريقه اللعب وطريقه الاداء وازاي هنكسر الدفاعات، ويفكر كل لاعب بواجباته في مركزه. وده النوعيه الناجحه من المدربين، كل مدربين العالم. في ناس كل شويه تسمع خاصه في النادي الاهلي ان في محاضره. الكلام ده مهم جدا جدا جدا، انك ما تسيبش تفصيله. مش موضوع في مدربين يقول لك ان شاء الله هنكسب ومش عارف مين هيلعب ايه وده هيلعب ايه وده هيلعب ايه ويلا يا شباب ومتعوا نفسيكم. الكلام ده انتهى من كره القدم. كل مدرب والمدربين الكبار ما بيسيبوش تفصيله الا لما بيعيد ويزيد معاه مع لعيبته عشان ينزلوا يبقوا شايفين كل سيناريوهات الامور. واكيد انت بتوافقنا يا وليد على هذا. كره علم ودراسه، ما فيش خلاف في الموضوع. شغل المدرب ده يا جماعه مش انه يسخن اللعيبه ويعمل تقسيمه وبعدين يختار 11. ان شاء الله هنكسب. ان شاء الله هنكسب. يلا بينا شد حيلكم. لا الموضوع كبير جدا جدا جدا، فيها تفاصيل. انت لو تقرا جوارديولا احيانا بيكتب مقالات او بيطلع تصريحات او بيعمل دراسات كده، ومدربين عالم جوزيه مورينيو وغيره 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 الخبراء الفنيين لما بيعملوا كتب، تقرا تحس ان انت بتقرا كيمياء بتقرا فيزياء. الموضوع واسع جدا وكبير جدا وما بينتهيش. فطبعا لا، الموضوع ليه اسس علميه وليه دراسه، ومش هباء او الموضوع ما بيجيش عن طريق الصدفه. عايز اعلق بس على سؤالك اللي كنت سالته لي، عايز ازود اللي هم الاسمين كنت بتكلم عن احمد جابر وحمودي. احنا كنا بنقول ان حمودي من اللعيبه اللي انت كنت بتقول من اللعيبه الدوليه اللي على طول قادر على صنع الفرق. طبعا لازم، يعني ما هو محتاج يكون موجود بشكل اكبر من كده، لان الفورمه بتاعته مفيده تفرق مع النادي الاهلي ومنتخب مصر. في لعيب تاني انا اتمنى انه ياخد فرصه لانه كمان عنده كل الامكانيات وبيلعب في مركز حساس وبيلعب في مركز نادي، اللي هو اكرم توفيق. اكرم توفيق هو البديل الوحيد لمصطفى.